السلام عليكم، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وكلكم تكونوا بوزيتيف. فيديو تاع اليوم مطلوب جدا من طرف المغاربه. في الايميل تاعي البارح تلقيت 37 رساله يقولوا لي تكلم اخي زينو على هذا الرجل المتزوج من هذه البنت المغربيه في قصه فريده من نوعها. قبل ما نشوفوا القصه اطلب منكم الاشتراك في قناتي وتفعيل زر التنبيهات من اجل ان يصلكم جديد القناه وكل يوم فيديو هين. الفيديو الاول على 6 مساء والفيديو الثاني على 10 مساء، يعني غيرت التوقيت 6 10، يعني فيديو هين في اليوم في قناتي. مرحبا بكم. هذه لكل من يقول لي زينو فين غابر، وين راك غابر، اين انت غائب. نسمعوا كلام هذا الرجل ورايحين يعني ناطوا رساله والعبره وصراحه الرساله من عندي اليه مباشره. يعني مشيت جوج فاطمه الزهراء كنتش معها، كنت كبر انا وياها في درب واحد شحال هذه، ما هما تحولوا ما بقاو ساكنين تماك، وانا حنا تحولنا ما بقيتش ساكن تماك. اها. من بعد تلاقينا عاوتاني تعرفنا، خديت من عندها النمر شي نحيي قناة العمق على هذه المقابلة، يعني لتنقلها إلى هذا المكان. دائما قناة العمق في العمق، يعني في العمق وفي المرصاد. قلت لها ممكن نجي نخطبك من داركم، هي ما في الأول كانت تصحبها راه غير شي نضحك ولا. أنا قلت لها راه ناوي المعقول، راه بغيت نجي لدارك فهمتيني. هي نعشت لي العنوان فين ساكنين وفي الحومة حنا فين ساكنين. مشيت جبت واحد الناس وقفوا معايا محسنين، مشاو خطبوا لي مع انايا الام ديالي ميتة. الله يرحمها برو، الله يرحمها. ما كبرش معاها مجوج اخرى وولدنا وليدات اخرين، انا ما كبرش معاها. انا خديتها علاش فاطمه الزهراء كبر معايا من الصغر، كانت عزيزه عليا. انا كنت نشوف فاطمه الزهراء تشوفها ضاحكه، سبحان الله الله تعطيني واحد الفرحه من الداخل ما شاء الله. فاطمه الزهراء كنا ناكل شي حاجات نقول لها كيتاكليش، نقول لها ايه تنفرح انا سبحان الله. بيناتنا بحال هكاك هي عزيزه عليا، وكاين كانت لافامي العائله عندي انا كانت معاها، ولكن كامله مكموله العائله، ولكن انا عزيزه عليا فاطمه الزهراء. الله يبارك بحال هكاك. بقيت نقول لها فاطمه الزهراء شويه مشات هي تولات، مابقاش ساكنه تماك. خديت المرشا هضرت معاها في الواتساب، بقينا داوين، قلت لها وريني الدار، وراتني الدار سبحان الله العظيم. صافي تعرفت على دارهم، مشيت ديت دوك الناس خطبتها. وانايا انا ماشي انا ما باغيهاش، لا انا راه فرحان بزاف من الداخل، واحد الفرحه يتصور بها غير الله سبحانه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. عطا عليا ملاك، عطا عليا الله. انا هاد السيده لقيت فيها كل الخير، لقيتها امي، لقيتها خويا، لقيتها با، شنو الحوايج تحرمت منهم. انا كنت غير ضيع، ملك ضيع. هاد السيده زادت حيات فيا هذاك الحماس ديال سبحان الله العظيم. رابط الفيديو من قناه العمق المغربي موجود كامل في الديسكريبشن بوكس اسفل الفيديو. الناس اللي بغات تسمع هضرتي مرحبا، الناس اللي بغات تشوف فيديو كامل يعني رابط موجود في الديسكريبشن بوكس خوتي. ولكن يعني خلونا من الهضره تاع البوس، خلونا من الهضره تاع يعني كلام يعني ما عندوش قيمه وما عندوش علاقه مع الواقع، ولكن راح نتكلموا على هذا الرجل وعلى هذا الشخص اللي وفى بالعهد تاعو. انك توعد انسان وتوفي بالوعد تاعك ليس بالامر السهل وليس بالامر الهين، خاصه في الوقت اللي رانا فيه. في الوقت اللي رانا عايشين فيه الحلال اصبح صعبا والحرام اصبح متاحا. بغيت الحرام ترفد التليفون تاعك، عندك الاف الفرص وعندك الاف الامكانيات. بغيت الحلال ترفد الوالدين تاعك وتروح عند بنت الحلال تديها من دارهم. يعني هذا هو الوقت اللي رانا فيه، ولكن صعب جدا انك تلاقي البنت التي تقبل بك برغم عدم العمل، برغم يعني تدهور الاوضاع الاقتصادية، برغم العديد من المشاكل المادية. يعني صعب نوعا ما انك تلاقي فتاة تقبل بك، ويعني صح صراحة هذا بشيء منطقي، ليس في الجزائر فقط وليس في المغرب فقط، وإنما عند كل الدول. يعني بعض الحالات الخاصة والشاذة موجودة، ليست شاذة وإنما حالات رائعة ومنطقية. هذا الرجل خوتي خواتاتي هو مثال عن الرجولة. عرفتوا علاش الرجولة؟ يعني الرجولة كلام بزاف ناس يقولوا أنا رجولة ولا صاحبي رجولة، ولكن أنك تكون راجل في القضية يعني لابد عليك أنك تكون راجل مع الله عز وجل قبل ما تكون راجل مع العباد. لأنك لما تكون راجل مع الله عز وجل ما تخدعش العهد اللي بينك وبين الله عز وجل. الله عز وجل ما علمكش باش تضحك على بنات الناس وتتمسخر ببنات الناس، ويعني تدير علاقات مع بنات الناس وبعدها تسمح فيهم وبعدها يعني تعطي وعود كاذبة اتسيتيغا. نو، الله عز وجل
يعني قلنا اوفوا بالعهد، وصانا الدين تاعنا الحنيف انه نوفوا بالعهد باش تكون راجل يعني حقيقي وانسان مسلم. راك تشوف هذا الرجل متقاتل مع الزمان بطريقه الكلام تاعو، باللباقه واللياقه تاعو، صراحه تحسوا بلي انسان مجرب في الحياه. يتيم الام، الاب تاعو ما عايش معاه، يعني تقدر تقول يتيم الابوين، يعني يتيم الام والاب. وبرغم ذلك وبرغم تشتت العلاقه الاسريه تاع والديه، يعني ماشي بتشتت كما نقولوا تشتت مرغوب فيه، وانما بمكاتب الله عز وجل وبقضاء الله عز وجل. برغم ذلك الا انه ما رفدش العقليه تاع الحياه اللي كبر فيها، وانما رفد عقليه جديده وهي انه يوفي بالعهد ويبني العائله تاعو، ممكن يكمل نقائص اللي عاش فيهم. يعني ممكن عاش ناقص ام، عاش ناقص اب، عاش ناقص حنان ام، وعاش ناقص حنان اب. هذه البنت هذه يعني اللي هضر معها وتكلم معها ما خيبهاش، وراح لدارهم وجابها من والدها برغم كل الصعوبات وبرغم لي زوبستاكل وبرغم يعني الصعوبه الاولى في مجتمعاتنا هو المجتمع بحد ذاته. يعني المجتمع بحد ذاته لما يشوف انسان من ذوي الاحتياجات الخاصه مهما كانت يعني مشكلته في هذه الحياه، يحكموا عليه ويهضروا عليه بواحد الطريقه غير ما فيهاش شفقه وما فيهاش رحمه صراحه. امور هذه يعني لابد علينا ان نتنبهوا لها، والامور هذه لابد علينا ان نمدحوها ونشكروها كي نشوفوا هكا انسان مثل هذا. كاملين طلبتوا مني اني نتكلم عليه. شكرا لكم خوتي خواتاتي على هذا الفيديو اللي خليتوني نديكوفري هذا الرجوله وهذه الشهامه. يعني نوجه له التحيه والرساله من عند زينو ام اتش دي، خويا راك انت راجل في وقت قلوا فيه رجال وقوا فيه غير ذكورة فقط. قوا به المتشبهون بالنساء، قوا الكذابين، قوا الخداعين، قوا ناس ما يخافوش الله عز وجل وما يخافوش النبي، يعطوا وعود كاذبة، يكذبوا على البنات غير باش يصفوا ولا باش يخرجوا شهوات تاعهم. يعني الوقت اللي رانا فيه بالك تسمعوني نهضر هكا وتقولوا بلي هذا زينو منافق ويهضر على الاغاني ومن بعد يجي يهضر لنا. يا ناس عرفوا حاجة، يعني حسب اكبر يعني الناس اللي فتاوا في الدين الاسلامي والمشايخ اللي عندهم الحق واللي ما عندهمش الحق، يعني قالوا بلي اي واحد يجوز باش ينصح. انا صدت الفرصه هذه باش نبارطاجي هذا لو ميساج، راني نبروفيتي من هذه الفرصه باش نبارطاجي هذا لو ميساج خواتي خواتاتي. لانتيري واضح هو انه الشباب كاملين يعني كيفاش نقولوا ياخذوا العبره من قصه هذا الرجل مع هذه البنت، برغم الصعوبات، برغم انه عارف باللي المجتمع ما راحش يرحمه الا انه ما سمحش في البنت. وقت تشوفوا باللي ربي سبحانه بارك له في الحياه الزوجيه تاعو، فالتزوج ولا الزواج يعني فيه البركه وفيه الحلال طير العذب وفيه يعني امور جد رائعه. وان شاء الله حياه سعيده لك، وان شاء الله ربي يفرج عليك بعمل جميل، وان شاء الله تكون يعني مسوري. وان شاء الله على بالي باللي الشعب المغربي شعب حليم وشعب يعني كريم. انت عايش في المغرب، عايش في وسط شعب كريم، شعب يعني يعطي، شعب يعطي وما يحاسبش، شعب يعطي وما ينساش يعني صراحه، وينسى بلوتو، يعطي لك الخير، يدير فيك الخير وينسى ذاك الخير اللي داروا فيك. دونك انت ما تخافش، راك راجل. وانا متاكد انه بعد الفيديو هذا اللي داروه في قناه العمق المغربي الرائعه، انا متاكد انه العديد من الناس رايحين يشوفوه، رايحين يقدموا له المساعده ولو بوظيفه. يعني ماهوش يطلب مساعده ماديه، يطلب فقط وظيفه، ما عندوش عمل يعني. ان شاء الله ربي سبحانه يفتح لك وظيفه اللي ترتاح فيها وتكون خدام فيها باجمل ما امكنك، وان شاء الله يعني تفرح انت والزوجه تاعك. والزوجه تاعك موجهه لها اخرى رساله على يعني كيفاش نقولوا لا ماتوريتي، على النضج تاعها في هذه الحياه برغم الاعاقه وبرغم يعني صعوبه الحال، لانها يعني نوعا ما كما قالوا في العنوان، العنوان ما عجبنيش يعني سينس جسد، ولكن يعني حقيقه هذه الامور كما قال الله عز وجل خلقها في العبد تشوفها بعينيك، ولكن لا يجوز لنا ان نتنابز بالالقاب، ولا يجوز لنا السخريه من خلق الله عز وجل، لان كل من على هذه الدنيا فان فكون راجل. راهي رايحه كاينه تموت، تكون كاينه الموت، تكون كاينه الموت، كون راجل ولو لنهار في حياتك، كون راجل نهار في حياتك ودير امور تاع رجوله، ويعني الدنيا رايحه تموت فيها، رايحه تموت فيها. دونك من الافضل انك تموت راجل وما تموتش يعني مذلول، وما تموتش كذاب، وما تموتش خداع، وما تموتش يعني خائن. هذه يا خوتي خواتاتي رسالتي، ورسالتي الى الاخ الرجاوي هذا اللي لابس تيشيرت الرجاء. تحياتي لك اخي، ربي يبارك لك في الزوجه تاعك، وربي يبارك لك في البنون تاعك، وان شاء الله وقفه طيبه وسهله ان شاء الله يا ربي، بدون الام وبدون تعب ان شاء الله. ربي يرزقك بهذا الابن ولا الابنه تاعك، وربي يفرحك به وتكبر على الطاعه ولا يكبر على الطاعه ان شاء الله يا ربي. خواتي خواتاتي واش نقول لكم، رسالتكم رساله رائعه، واتمنى تكون رسالتي رساله رائعه. نحبكم بزاف، ونتمنى لكم الخير، ونتمنى لكم ان شاء الله ربي سبحانه يلاقيكم الا مع الحلال وابناء الحلال وفقط. نشكركم باش تولوا فيديو حتى لفه، لا تنسوا الضغط على زر اللايك، اشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات، سيرتو اكتيفوا زر التنبيهات، لانه يعني كي تاكتيفوا زر التنبيهات راح يوصلكم جديد القناه. يا خوتي تهلا في روحكم، ديروا في بالكم اللي نبغيكم. كان معكم يا الجزائر زين وام اتش دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بصح تكرا كيف عشق جديد يا ما فاني لا طالب لا طبيب يا لحية تمشي جنهار جديد ما عندي حين اقول لي واش ندير ما قري الفرق ما زال عليك نغير.